ونحن اللي علمنا العالم شو يعني بطولة والابتعاد اللي راحوا من ولاد البلد. بيعي او بس لديكور البيت؟ عندي معرض بالاشرفيه بعد اسبوعين، هيدا معرض السابع، بس بيناتنا بعد ماني جاهزه. بس يصير الفن تجاره بيخسر روحه. ما بوافق. ما بستغرب، الفن بيستمد روحه من قلب الفنان مش من جيبته. ايه بس لما يصير الفنان يفكر بقيمه فنه بالعمل الصعبه. انا ما عم بيع لوحاتي كرمال الربح، ماني عايزه مصاري. لاحظت، تجوزت منيح. ماشي، اعتذر. فراس تأخرت عليك. ماشي الحال، عن جد بعتذر، بس جد علي شغل. خلصت مع ريكس؟ ايه حبيبتي، ما ضيفتي شيء لفراس؟ ما كان مثل مع ريكس. يلا ننزل نشوف القهوة سوا تنعرف. لشو انا اجي معمول؟ كيف لشو؟ ولك انت اللي لازم تنزلي. لو بتشوف شو عملت فيه للابو، اعاد الترتيب وتنظيمه بطريقة بتاخد العقل. يلا ننزل نشوفه. مع مين كنت عم تحكي على التليفون؟ على التليفون؟ ايه هلا. مع جاد. جاد شو بده؟ ماشي، عم بيعزمنا على العشاء، هيئته عامله سيربريز هو وفراس بكره لعيد ميلادي. يعني العشاء مع الشباب والغدا معنا؟ انا وامي كمان بيطلع لنا نحتفل بعيد ميلادي ولا لا؟ اكيد. عم بتشوفي لخيك؟ شفته هيداك اليوم، قلت لك قطعت لعنده على العياده. شو قال لي؟ بيجي با. بس يفضى. فكرتي لي بفكرتك شوي؟ ايه شوف كيف عم فكر نعملها، نطرحها كمرشح الحاضر، العنوان بيمثل طرحك السياسي، كلمة الحاضر هي لعبة على الكلام با. هات نشوف كيف؟ الحاضر يعني دايما حاضر لتلبية حاجات الناس والاستماع لطلباتهم، والحاضر كمان با بنقصد فيها انه انت مرشح اليوم مش المستقبل. مرشح الواقع مثل ما هو اليوم، بدون الحكي عن تغييرات بالنظام القائم، هي أكتر حكي هيك بالهوى. منيح؟ أنا أعطيك بعد حديثنا هديك النهار، ما هيك؟ يعني مش بالضرورة، بس أنت اللي مرشح مش أنا، فأنا بفكر على قياس راسك مش راسي. طيب، عجبتني الفكرة. بلوريها أنت ومستشاري الإعلامي، واطلعوا لي بحملة مضبوطة. لا، ليه مع مستشارك الإعلامي؟ أنا طلعت بالفكرة با. أنا بعملها لحالي. طيب إذا زحت مستشار الإعلامي تاخدي محله وبتلتزمي؟ أكيد. شوف، هو الفايض بحجم التبادل التجاري بين فرنسا والدول العربية إجمالاً لصالح فرنسا وبلبنان كمان.
يعني السنة صدرت فرنسا للبنان بقيمة 339 مليون دولار، بينما نحن صدرنا بقيمة 10.8 مليون. نحن شو منصدر أكتر شيء لفرنسا؟ اللبنانية. رح أسأل السؤال بطريقة أوضح، إنه كيف سوق تصدير المبيض اللبناني على فرنسا؟ هلا نسبة تصدير المبيض على فرنسا تتراوح بين 7-10% من مجموع الصادرات. بضل في المعامل الصغيرة اللي ما عندها سوق هون بقلب البلد، هن بيتكلوا على إنه تصدير مبيض يكون لفرنسا. ليه الناس اللي بعضهم بيشربوا القهوة بسكر؟ معك حق، أنا بعدني حامل عادات القديمة معي. يعني ما في لزوم إنه نعذب جادة يسوق لنا المبيض بمطعم ببيروت، يا بدنا نتكل عليك أنت وعلاقاتك بفرنسا تنسوقه، يا من عتقه من نساب الأبو، وساعتها أنا بعيش من الكلاب والبسينات. سيجارة؟ وقفت نيالك، أنا ما عم بقدر وقف. هي منا هينة، بدها إرادة ومحفز. لك يلا، الحياة قصيرة. علي وين؟ أخذته البنت يلعب شوي بالملعب. شفت الصبي شو بيشبه أمه؟ ما بيشبهني بشي أبدا، كأنه مش ابني. شربي ماي حبيبتي. مش الحال؟ ايه كنت عم بقول لك انه علي ما بيشبهني بشي الا بشغله وحده، عذب امه كتير وقت اللي طلع، مثل ما انا عذبت امي. ايه ده بقي شي 12 ساعة؟ 10 ساعات. 10 ساعات؟ مش مستعجل عشية، كأنه عارف شو ناطره. لما تعرفت على تمارا كانت صغيرة، بس أنا وحدي كنت مأمن فيها. طلعت قد حالها، إخوتي ما كانوا راضين عنها أبدا لأنه كانت عايشة ببيروت لوحدها. هني هيك عليتهم، بس أنا أول ما شفت عرفت إنه طيب كتير، وعرفت إنه بقدر أتمنى على حياتي وعلى كرامتي، وما خذلتني. حياتي ماطية، حياتي عفكر سمير هكس. ليك شو موضوع؟ من وين جبتي؟ من واحد ببيع كلاب، دفعت حقه منيح. اشتريتيه يعني؟ لا استأجرته. أكيد اشتريته في راس، شو قصتك؟ إيه مظبوط، بس كان فيك تتبني واحد أحسن. شو عرفني كلاب المقاوي إذا بكونوا نضاف ولا جربانين ولا مرادة؟ جربانين؟ أنت بتعرفي قديش بتكلفوا على حكمتهم والاهتمام فيهم تيكونوا نضاف صحتهم منيحة؟ وانت ليه عم تعيط علي؟ لانه 100 مره قلت لك ما تشتري كلب، تبني كلب، بس انت عنيده ما بتعملي الا براسك. ليك شو مهضوم؟ ايه اوكي مهضوم، ان شاء الله تتهني انت وياه. شو بدك اعمل يعني؟ برده؟ اعملي اللي بدك اياه. اعملي اللي بدك اياه، يعني برده. انت ليه عنيده هيك؟ وانت ليه متسلط هالقد؟ شو انا ما عندي قرار يعني؟ انت عندك قرار بكل شيء. اذا مرض مين بيحكم انت؟ ما انا بعدني ما صرت حكيم تحكمه، بس انه ماكسيموم ناخده عند حكيم هالقد بده. وبيك يمكن ما يخليك تصير حكيم لانه هو منه راضي، يمكن ما يدفع لك قصه جماعتك مثلا. لا حياتي، انا ابنه الوحيد لبيي وبالنهايه رح يعمل لي اللي بدي اياه. هيك انت ادرى مني، بتعرفه اكثر. بكره بتعرف عليه. بكره بكره؟ ولك لا مش بكره بكره، بكره شي نهار. لأنه بس صيف الدنيا.
بتعرفي القعده بالجبل بالصيفيه احسن من الشتاء، وهيك مزاجه لبي بيكون احسن بس تكون الشمس طالعه. ننطر الشمس يعني؟ انطري. بوسي. ما تفكر كثير، بوسي. لا فاضي السبت عشية، مش عامل شيء. انت وين رايحة؟ ايه حلو كتير هذا المحل. لا مش رايح له بس بيقولوا انه حلو. انت ومين رايحة؟ ايه اكيد بيجي. اي ساعة؟ طيب بدك اقطع عقدك، انا معي سيارة. طيب اوكي اوكي شوفك لكن يلا اوكي باي باي. شو قبلك معك؟ ايه مش احسن من انه ما تقبل؟ دخلك اي ساعة جاي الحكيم؟ مش راجع اليوم. حلو، معقول يعني؟ شو ما بيلفي؟ ليه شايف زبونات مقتلة بعضها وهو صايع برا مثلا؟ لا بس انه بس شو؟ كل حال انت شو فرقاني معك؟ معاشك وعم تقبضه. لا بس انه مش معقول هيك. ليك عفوا انت قديش عم تقبض؟ اكتر منك. فشرت. ايه فوت زرب حالك جوا اريح. داهرة ماما؟ ايه؟ اي ساعة بتخلصي شغل اليوم؟ مثل العادة. ليه في شي؟ رح يقبضوك الليلة؟ ممكن. معاوز شي؟ شوية اغراض بس مش مشكلة، بكرة. اوكي. الو ايه يلا واصلي باي.
ايه حياتي. شو وينك بالبيت؟ ايه انت عند خالد؟ ايه بتجي؟ يا ريت، كلهم بالبيت، ما فيني اخترع لهم حجة هلا تظهر الليلة. طيب، أنا عندي حجة إليك، بس بتوعديني قبل إنه بتعترفي إن هيدي فكرتي، ما بتحتكريها باسم الطايفة. ايه، وش هي الحجة؟ شو رأيك تخبريهم الحقيقة؟ شو؟ اختفى حسك مبين؟ ما فيني أقول لهم هلا، معلق إذا بعدين؟ ليه شو فرقت هلا أو بعدين؟ على القليل منعرف إنه راسه مسكر على الموضوع. وشو منعمل ساعتها منترك؟ أنت بتتركيني كرمال أهلك؟ لا. بتتركي أهلك كرمالي؟ مهدي؟ بدي أعرف هلا عايشة. وأنت شو بك اليوم؟ ليه عم تحشرني هيك بالزاوية؟ مين مزعلك؟ ما حدا. طيب ماشي، بنحكي بعدين، بس فكري فيها. خلص؟ خلص التليفون؟ ايه، لأنه ما بقى معي دقايق. يلا بشارج بكرة وبحكيك. تصبحي على خير. بتحبني مريم؟ بس شو هيدا؟ اعتراف مقلوب بالحب؟ والله عتلين همه. من شو؟ مني أنا صاحبي، أنا اللي عتلين همك إلك صراحة. ليش بقى؟ ليش بقى؟ من عقلتك اللوق ليش بقى؟ خبرني كيف البقاع؟ كيفين الجماعة؟ بعدها مثل ما هي، كأنه ما كبرت ولا سنة، كأنه ما مرق 7 سنين وما جابت ولد و... عادة يا صاحبي هيك بيصيروا الناس يلي بيكبوا ورا ظهرهم بيكفوا حياتهم، عرفت كيف؟ بيجاوروا. صايرة رسامة محترفة، شفت لها لوحة معلقة عندها بالصالون، شفت فيها كل رقتها. ايه؟ بدك تشكر يلي شجعها تحترف. نولتني كف مكافأة للتشجيع. نعم؟ كف كف يعني؟ على مدى وجهي. ايه؟ لو ما استحقيته ما أكلته. تمارا ما بتعملها؟ بلا بتعملها. سوري مش قصدي. بعرف، بس أنا استحقيته للكف. ايه استحقيته؟ ما أنا كنت عارف. خبرني شو قلت لها؟ إنها تجوزت المصاري. ايه انت مش بس بدك كف، بدك صحصوح كمان. يا زلمة بتوتر بس كن معه، بطل عارف شو بدي اقول. خلص سكوت. اوكي خلص، بدك شيء؟ لوين؟ ازحلة مثل الصاروخ تعبان. الله معك. بيي كنت بدي اسألك سؤال، بتعرف شي حدا بمؤسسة الحريري؟ مؤسسة الحريري بالبقاع هون او ببيروت؟ لا ببيروت. ببيروت لا، بس هون ايه. ليه؟ في واحد صديقي عم يجرب يقدم طلب منحة عندهم، قلت بسألك بركي بتعرف لك شي حدا. مين هيدا؟ واحد ما بتعرفه، ربطها لندى ببيروت. على حد علمي بيعطوا الجماعة منحة حسب الكفاءة، ما بدها واسطة. كل شي بهالبلد بده وسايط يا بيي. عايشة، قدي تعشي معنا؟ مش جوعانة يا أمي. ريتا تقبرني، صار لي يومين مش عم تاكل منيح. شايفة كيفي ضعفانة؟ مزبوط، ليه؟ شو بعرفني؟ قولك مغرومة؟ وأنا كمان بحبك، بحبك أنت وبس. أساساً ما في حدا غيرك بيستحق.
كنت جاي بدي احكيكي، سبقتيني. وينك كل النهار؟ مرقت لعندك ما قالوا لك؟ ايه قالوا لي، بس كنت مشغول برا. ليه ما اتصلتي قبل ما جيتي؟ كنت قلت لك اني مش هون. حبيت اعمل لك اياها سيربريز بس ما زبطت. ما انا راسي غليظ شوي، بدي كتير تتفاجئ. طيب وينك؟ شو عامل؟ بدك نعمل شي الليلة؟ لا الليلة تعبان، ما الجلدة اظهر. طب بجي لعندك؟ خليها لبكرة احسن، بلكي بنظهر بنتغدى على البردونة او شي. اوكي مثل ما بدك. بحكيك بكرة لكين. ناطرتك. يلا باي. باي. اهلا مالك بيك. اهلا فيك. كيفك؟ يا هلا. تفضل. قهوه ولا شاي؟ تفضل بليها. وينك مختفي يا عمي؟ مش عارف انه نحن بنص دين حمله انتخابيه ولا لا؟ شو القصه؟ حقك علي، عجت علي شغل هاليومين. شو اخبارك؟ كله تمام؟ كله تمام تمام، بس كنت بدي استشيرك بشغله. تفضل. بدي اسالك عن بنتك مريم. شو بها؟ صحيح عم بتعاشر فراس ابن كامل؟ والله هلا عم يتعرفوا على بعضهم، بكير تنعرف. شكلك انت مش معارض الفكره، حابه للشاب يعني. والله مهذب وادمي وهيئته بحبها. انا ما عم بسالك من باب الحشريه ابدا. كامل اتصل بالمكتب وحابب يتغدى معنا شي نهار. شو رايك؟ يلي بريحك. عقلي انا رح اتغدى معه هاليومين، بتحب تكون معنا؟ ما في لزوم، بفضل ما اكون. ما بدي كامل يربط فراس ومريم بالسياسه. مش برايي انت؟ على راحتك خيي مالك. عقلي انا قعدتي مع كامل ما رح تكون اكثر من حكي صالونات، غدا وكاس عرق، هو بميل ونحن بميل. ما بيمنع الواحد يكون صحبي مع كل الناس، حتى اعدائه، ما هيك؟ 100%. خلص بحاول امرق عليك اليوم الساعة 4. ما تعت الهم قد ما فيي. يلا يعطيك العافية. باي. شو استاذ بسام؟ بريك دخان كمان؟ انه حرام كنت كفيتك. لا مش مشكلة. الدخان رخيص بلبنان. شو مش الحال مع مريم؟ ليه عينيك حمر؟ حساسية على الشجر. فرجيني نوع الدخان اللي بتدخنه. سيجارة عادية، شو بدها تكون يعني؟ سوري بعرف مش مسموح دخنها بالشغل. لا بالشغل ولا برات الشغل. شو بك دخلك؟ ولد؟ بسيطة هلأ سيجارة كيف مش مشكلة. بدك تقنعني انك منك مدخن كيف بحياتك؟ بلا، بس وقتها كان عمري 20. بعمرك مش مسموح. بتريح لي أعصابي. خير؟ شو بها أعصابك؟ كلنا عنا مشاكل. في يساعدك بشي؟ ما قلت لي مش الحال مع مريم؟ قول هيك. عجبتك مريم ومش شايفتك؟ مش بس مريم، فيك تقول كل البنات تقريبا يعني.
شو بهون البنات؟ خيي شو بعرفني؟ بطرانين متفلسفين وما بيعطوا إلا القليل بالمقابل. أنا بقول ما عم تعرف تقربن. هي مش مشكلة أعرف كيف قربن، هن بس يعرفوا معاشي وحدهم بيختفوا. قول هيك من الأول، هيدي لطشة؟ بدك زودة معاش؟ ما في مانع يعني، بس أنا بقول إنك عم تدلق حالك عليهم كتير. شو قصدك إني جلق؟ ولك لا مش هيدا قصدي، قصدي إنك عم تعطي كتير وبسرعة. ليك يا صاحبي، من أول ما تتعرف على البنت لحديت ما تعرف قديش معاشك إنه لازم يمروا حوالي السنة. سنة؟ شو بدك إيانا نحكي بهالفترة؟ ولك هو مليون موضوع، إنه أول شهرين مثلاً ما بتحكي إلا عن المشاريع اللي عملتها الويك أند الماضي، وشو بدك تعمل الويك أند الجاي؟ أنا أصلاً ما بعمل شي بالويك أند. إيه لا، بدك تبلش تعمل أو بدك تبلش تألف مشاريع. الله يساعدني عليك، فوت على العيادة، فوت. كنا عم ما في داعي تفسر لي شي فريال، أنا لاني خيك ولا بيك. بعرف بعرف، بس ما أنت صاحبه لخي، في راس عقليته كبار، لازم تكوني بتعرف هذا الشي. بعرف، بس بفضل هلأ ما يعرف شي. إذا في أطلب منك الخدمة بليز، ما بدي يعرف إنك شفتني هون معه قصة شربكة، ما في يحكي بالموضوع بعد. ليه مستحية فيه؟ مجوز؟ شو صاير عليك فريال؟ بنت مثلك تبع حالك فريال. كتير انبسطت، الاثنين الابسترين باعوا، بعد عندي هيدول الاثنين المدار، ما بعرف حاسس بناتنا هيك ما عم بيحبون، يمكن هيك ما عم بيفهمون، ما عم بحسوا فيهم. I don't know. على كل حال بدي اياكي بكره تجيبي لي الاغراض اللي وصيتك عليهم، اوكي؟ اوكي. مدام فوري، موجود. تمارا! وينك تمارا؟ معقول؟ كنت ناطرتك هيديك الجمعة. شو ما بدك تقبضي؟ ولا صراحة جاي اقبض. جايبت لك شي معي. ايه قبل ما تفرجيني شو جايبتي لي، امي بدي فرجيكي شو صار هونيك. شو غيرت اللوكيشن ولا بس الديزاين؟ اكيد بس الديزاين، انا الي قلب غير اللوكيشن. فرجينا لشوف. اها سألت لك بابا اذا بيعرف حدا بمؤسسة الحريري. قلتي له لإلي؟ أكيد لا، قلت له لواحد قرابتها لندى. والله هذه ندى مش عارف كيف بدي رد لها الجميل، يمكن لازم اتجوزها. أقول لك تتجوز شيعي؟ طب هلا روق شوي، يعني بيعرف حدا هون بالبقاع مش ببيروت، بهمك جرب هون؟ ما أنا مش عارف كيف بدي أطلع من هون. ما اختلفنا، بس يمكن أحيانا لك هون، ليش ما نجرب إذا في مجال؟ وحسبي قلت لك أوكي، كيف بده يخدمني بيك بدون ما يعرف إنه الخدمة لإلي؟ أنت قول إيه واترك الباقي علي. ساعتها بصير بدي رد لك جميل لإلك، بصير بدي أتجوزك إلك بدل ندى. كيف ما نحلل القصة؟
انت الله يحلل لك لسانك ان شاء الله. مش حاسه انه الضو شوي خفيف عليهم؟ يعني الزبونات بدهم كثير يقربوا ليدققوا بتفاصيل الرسمه. هيدا اللي انا بدي اياه صراحه، بدي يقربوا على اللوحه ويشوفوا تفاصيلها. بس يمكن معك شوية حق، هلا بخليهم يضولوا اكثر. ميرسي، خليني افرجيك شو جبت. تمارا، لو بتعرفي زبوناتنا قد ايه مبسوطين فيكي، مش معقول صار عندك معجبين بيسالوني عنك اول باول. واتس فيري جود انك عملتي لي هدول الاثنين اللي وصيتك عليهم، هلا صار فينا نحطهم بالمعرض تبع الجنريشن. انت بتعرفي انا بشتغل بمزاج بالنهايه. هلا المعرض مهم مش غلط. شو الستايل اليوم؟ ابستري. هلا هيدا الستايل الجديد. ولا امبارح بالليل طلع بالي ارسم وجوه وعيون وتعابير. بورتريه يعني؟ ايه بس مش ناس. شوفي هيدا لونها. يعني فيها شوية جنون بس انه كيف شفتي؟ نايس. عزوقي؟ ميرسي كثير طيبة. بعرف. شو بتعرف؟ إنها طيبة. بس ما حدا عارف قيمتها. لميا اعطيها موعد لمدام خليفة مشان تطلعي امريكي بعد شهر من اليوم. شهر الجاي بأربع شهر 10 الصبح منيح؟ مش مشكلة، ميرسي كثير. مع السلامة. ناطرة حدا دوموزيل؟ عندي موعد غدا. اوف، مع مين؟ معك. جوعانة كثير ولا فيكي تنطريني خمس دقايق؟ بنطرك. هيدي الرواية؟ يلا رجع. بسام الحقني. بسام سكر الباب. قول للميا تعمل لي تليفون بعد ساعة على القد، شي طوارئ يعني. طيب. شو بدك منها إذا ما بدك إياها؟ بعتذر عم بتدخل بشي ما خصني فيه. ما بدي أجرحها مش أكتر، بعد عنها شوي شوي، هيك أحسن. شكلها بتحبك. يمكن من الأفضل إنك تقلها إياها بوجهها بفرد مرة. هيك هيك بدها تنجرح. خلي القصة علي. وبوعدك إنه أعطيك خبر بس أطلع من الصورة نهائيا. ما تنسى تقول لميا وما تنسى تظهر بال، اوكي؟ طيب باي. شو وصلوا هيدا؟ صاحبه لخيك جاد طلعنا بالسحبة وضل مراقبك وملاحق على طول. انت شو شغلك عندي دخلك؟ ما تكون عم بتساعد ابن خالك بالانتخابات مثلا؟ لا انا مثل ما قلت لك ما بتعطى بالسياسة. بحس قصة تتعطى بس انه لما الواحد بيكون مرشح كل العائلة بتحط ايدها تتساعد. انت بتساعدي بيك يعني؟ ما أنا مستشارته الإعلامية يا ربي. مستشارته الإعلامية يعني أنت بتقولي له شو يحكي بالتلفزيون مثلا؟ أنا بقول له شو ما يحكي. مثل هيداك اليوم مثلا كان عنده مقابلة على التلفزيون قال حاطط براسه يحكي عن تمسك بالنظام الطائفي اللي هي معروفة عنه يعني مش شي جديد منه شي مخبأ أو سر. فأنا نصحته ما يقوله. ما أنت عم بيكذب على الناس. هيدا منها كذبة، هيدا سياسة اسمها. هلا بدك تجي تقول انه ابن خالك ما بيكذب على العالم؟ لا ما بصدق. يا هو عم بيكذب عليك يا انت عم تكذب علي، وحدة من اثنين. هلا مش وارد يكون في واحد ادمي وصريح بهالبلد؟ صعبة.
ايه بس وليد سياسته سياسة التغيير، يعني ما في شيء يخبيه عن الناس او يستحي فيه. غيرت رأيي. ما مروح معي؟ تستحي تطلعي معي؟ السينما اجى غير 30% من السواح. ليش؟ من شو خايفين؟ انه خايفين من الحاله، خايفين ما تتحرك الجبهات بالبلد. خلص بكره بس يصير بينايه بيزبط البلد. انه شو حظوظه يربح بيك قدام تحالف فريد بيك ووليد؟ لك من امتى صرت تتعاطي بالسياسه يا محتاله؟ انه شيء معروف، ما يكون بدها خبير يعني. هلا بي عنيد وعقلته شغل ايده. يمكن يخسر بس هي الديمقراطيه ما هيك؟ ما بيهمك انه بيك يربح؟ ما بتهمني السياسة. مش السياسة فراس، الخسارة. مش أنا المرشح. حلو، يعني أنت ما خصك بعائلتك، ولا أنت أحسن منهم؟ أبداً. بك شيء؟ إيام هيك بضيق نفسي وبصير يوجعني راسي. بتصير معك دايما؟ أوقات. شفت حكيم؟ لا بعد، هلا بصير منيحة. طيب شفتي بصارة؟ لك عم بمزح، إنه آخر سؤال بيسألوا الناس للبصارة هو عن صحتهم. وأول سؤال؟ عن الحب أكيد. الناس مهووسة بالحب، وكأنه الحب ما هو أساساً الحب وجع راس، يمكن كرمال هيك بيسألوا عنه الناس، إنه بلكي هو السبب. إجمالاً هو السبب. بالنسبة إليك كمان؟ فراس، ما رح تحبني ولا شوي؟ لكن بلا أكيد، مش هون المشكلة. شو المشكلة لكين؟ مات؟ أنا قايمة فوت على الحمام. مريم! مريم! غابت عن الوعي. أي ساعة؟ من شوي. جربت وعيها؟ كل الطريق ما عم توعى. هذه أول مرة بتصير معها؟ ولا ما بعرف، أول مرة بتصير فيه معي.
وسهلا ستنا. هاي شاد هون؟ لا الاستاذ جاد رح يرتاح بالبيت، إذا بهمك على الساعة 7 بيرجع. اوكي. ثانك يو. أهلا وسهلا. الو الو جاد، انا كارول رفيقة فريال، عرفتني؟ اي ولو، كيفي كارول؟ منيحه، كان بتاكد معك كرمال الليله، حكيتها لفريال؟ ايه حكيتها، بس بفضل انت تحكيها كمان لانه انا شوي تعبان، يمكن ما انزل على المطعم اليوم. سلامتك، يعني ما رح اشوفك الليله؟ يعني اذا صرت احسن يمكن اجي. انت تعو انا بضمن لك كثير منيح، شو رايك؟ الحكيم ما فينا نشوفها بعد، ما عرف شيء؟ تيسير عنده تشخيص أوضح حسب شو مبين بالصورة. إنه أكيد. ميرسي فراس لاهتمامك بميريام، لو ما كانت معك تصور عم تسوق السيارة وصار معها هالشي. جيب لك مي قهوة إذا عندك شيء، مش مضطر تبقى معنا. لا لا ما في شيء ضروري، أنت اللي عملته بزيادة، نحن ممنوعين. وايد إذا بتحبوا تشوفوها. تأخر فراس، بشوف وينه. ما عم يرد. لجرب الكلينيك. ألو مرحبا. أهلا. وحياة عينك، فيني احكي مع الدكتور فراس؟ ولا بعد ما اجا؟ ولا ما بعرف، انا كمان عم جرب احكيه على السليولار بس ما عم برد. مين بقول له؟ توفيق الاسعد. توفيق الاسعد. اوكي، تكرم عينك، اهلا وسهلا، باي. شكرا. لميا؟ فينا نرجع نشوف لولو بعد جمعتين تكمل مراجعة؟ أكيد. أهلا وسهلا. مرسي. عسلامة. بعده ما عم برد. تتفضل أستاذ. تفضل. الحمد لله على السلامة حبيبتي. شو صار فراس؟ الحق على البردونة. يعني مش من الحب. هلا بنشوف صورة الأشعة. سوري. لبكتك فيي. ابدا. رح شوف الحكيم وارجع. انه شو بدي يكون بني يعني؟ كله ضيق نفسي وغطى قلبي بتصير. هلا منيح تكوني قوية، بس لازم نتأكد شو فيه حتى ما نندم. شغل بالك علي ما هيك؟ عملتي لي سكتة قلبية. وينو مهدي؟ ليه ما اجى معكم؟ بكون مع الشباب عند خالد، وين بده يكون؟ خالد صاحب القهوة؟ نعم. يلا نحن لازم نمشي. قعدوا يا جماعة، هلا ببين. مش مشكلة، بنتعرف عليه غير يوم، احكينا توفيق. يلا بالإذن. الله معكم. الله معكم.
قاعد ضحكتك لبرا. الحمد لله على السلامة. ميرسي داد، هذا فراس عم يضحك علي كيف وقعت بالمطعم. شقلك لك الحكيم. الحمد لله عرضية. لازم تخفي كافيين وكل شيء ممكن يسبب لك نشاف. بعدين لازم تتوقف من الشمس ومن الشوق. يمكن صار لازم جيب لك سيارة مش كشف، مسكرة. سيارة مسكرة؟ أكيد لا. ما بتقسق سيارة مسكرة. بعرف. مشان هيك لازم جيب لك شوفير. شوفير؟ ليش؟ تضلك مرتاحة ست مريم. حدا بيصير له شوفير يسوق عنه بعشقة السير والشوق وبيقول لا. مش هيك فراس؟ 100%. خايف ما يرجع يصير معي هيك أنا ممسوق معي. ما بيمنع ننتبه. بعدين لازم تكتر شرب مي وما تتعبي حالك. يس سير. طيب انا صار لازم ارجع على الشغل. بحكي لك بالليل وبطمن عليك. اوكي اكيد. لك ايه اكيد. عزب ميك معنا يا فراس. سلم على الاهل. عم شوف الوليد بكره طالع اشوفه. يلا باي. مع السلامه. وين بابا عم نزل؟ عم يتحمم. شو كمان عم يتحمموا العالم بالنهار؟ ما عم بفهم. هلا وعي من نومك بعد الظهر، شو بك مستعجلة؟ شو في؟ أنا موعد بعد ثلث ساعة أنا وياه بالمكتب يوم أول يوم. طيب اسبقي أنت وبس يصير جاهز بيلحقك. ما عندي حل تاني. قولي له ما يتأخر، ما بدي آخذ قرارات لحالي، أوكي؟ طيب طيب. يلا باي. سوقي على مهلي. أوكي. توفيق اعتذاراتي. مطلناك، شو صار معك؟ ضرب مني متوقعه بصراحة. كنت رايح اتغدى انا وبنت بعرفها، قامت غابت على الوعي ونقلناها على المستشفى، ولهلا تفليت من هونيك. سلمت البنت صديقتك يعني؟ انه لحديت هلا صديقة، بعدين شو بيصير؟ ما فيي اقول لك. لا إذا هيك لازم تعرفنا عليها. بلكي أنا وتمارا بنعطيك رأينا لحتى تقرر. ست عيون أحسن من اثنين، ما هيك؟ طيب بنشوفك الليلة لكان؟ لا الليلة ما في، عيد ميلاد اختي نازل على بيروت. بكرة خلص. طيب عقبال المية لأختك وبنشوفك بكرة إن شاء الله. يلا بشوفك. الله معك. كأنه في بنت بحياته لفراس. علمونا انه لبنان الوطن الحبيب، وقاس وحيل وذوق وبحره من زبل وقريب. علمونا انه لبنان الوطن الحبيب، قاس وحيل وذوق بحره من جبل وقريب. بلد التعايش وما في طائفية، وما حدا حائد عالتاني وكله صافي النيه. لك شو هالكذبه يا ولاد البلد.